في سابقة من نوعها، تقارير استخباراتية تكشف على أن الجزائر هي الممول الحقيقي للحرب الروسية على أوكرانيا. غضب البرلمان الأمريكي يطال الجزائر بعد هذه التقارير التي تكشف على صفقات سرية بملايير الدولارات من أموال النفط الأوروبي، حيث قرر البرلمان الأمريكي فرض أقصى العقوبات على النظام الجزائري وكبراناته، في غياب أي رد من النظام الجزائري الأحمق الذي أدخل نفسه في متاهات الدول الكبرى. الإعلام الأمريكي أكد على أن خزينة روسيا أفلست وأن الجزائر هي الممول للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتزم أوروبا من خلال فرنسا على توجيه تهم خطيرة على الجزائر من شأنها القضاء على الاقتصاد الجزائري وشل حركته. نفس التقارير تؤكد على أن النظام الجزائري على وشك الانهيار، خصوصا بعد غياب الدعم العربي للسياسة الخارجية للجزائر، كما تشهد البلاد أزمة تغذية واسعة في الوقت الذي تصرف فيه أموال الجزائريين على حرب لا لهم فيها لا ناقة ولا جمال.